السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة شنجان سي اس 35 بلس، عربية بتطرح لأول مرة عندنا في السوق المصري من خلال وكيل علامة شنجان الصينية غبور أوتو. فاصل صغير وبعديها نرجع نتعرف على أبرز التجهيزات اللي بتنزل بيها العربية بفئاتها الثلاثة. فاصل ونرجع. شنجان سي اس 35 بلس بتطرح في السوق المصري بثلاث فئات، بتبدا اسعارها من 400,000 جنيه او تحديدا 399,000 للفئه الاولى، بعد كده الفئه الثانيه بتزيد 20,000 فبيبقى سعرها 420,000 جنيه، واخيرا الفئه الثالثه والاعلى تجهيزا اللي معانا النهارده واللي هنتعرف من خلالها على ابرز التجهيزات اللي موجوده في العربيه واللي مش موجوده في الفئتين الاولى والثانيه بيكون سعرها 445,000 جنيه. خلونا نبتدي بابرز التجهيزات الموجوده في شنجان سي اس 35 في المقدمه. من أبرز التجهيزات المشتركة ما بين الفئات الثلاثة لشنجان سي اس 35 بلس في المقدمة هنا هي منظومة الإضاءة. منظومة الإضاءة الأمامية هنلاحظ ان هي بتيجي LED فيما يتعلق بالإضاءة النهارية، واللي بتاخد شكل مختلف ومميز ورياضي أكتر هنا في مقدمة العربية. هنلاحظ ان هي عبارة عن منظومة إضاءة موجودة هنا زي مكان الفانوس الرئيسي اللي هو نزل لتحت شوية على الإكسدام، وبعدين وصل ما بين الفانوسين اليمين والشمال بار LED موجود هنا بيبقى مضاء برضو، ولكن يمكن مش باين دلوقتي عشان الشمس حامية شوية. لكن الشكل ده هنشوفه في الثلاث فئات بتاعت العربيه، مفيش اي اختلاف. اضاءه الاشارات الجانبيه الموجوده هنا في الثلاث فئات بتكون هالوجين، ودي الاضاءه الهالوجين الوحيده اللي موجوده في العربيه. اما الاضاءه الرئيسيه اللي هي الفانوس الرئيسي بتاع العربيه فبيكون موجود هنا في اسفل الاكسدام الامامي، وطبعا بيكون بعدسه اضاءه LED لتركيز الاضاءه كمان، وبيبقى حواليه فريم من البيانو بلاك او البلاستيك الاسود اللامع، وجوه الفريم ده عندنا زي فريم اضافي موجود باللون البرتقالي، وده موجود طبعا في الفئتين الاولى والثانيه. البرتقالي ده هيكمل معانا شويه في جنب العربيه وفي ظهر العربيه برضو هنشوفه كتير. ما عدا ذلك في مقدمه العربيه عندنا بعض التجهيزات الاضافيه اللي موجوده في الفئه الثالثه مش موجوده في الفئتين الاولى والثانيه. يمكن ابرز تجهيز موجود واضافي في الفئه الثالثه هو الكاميرا الاماميه اللي موجوده هنا، وطبعا الكاميرا الاماميه مع كاميرتين جانبيتين وكاميرا خلفيه، يعني عندنا منظومه رؤيه محيطيه حوالين العربيه 360 درجه، وده اوبشن موجود في الفئه الثالثه مش موجود في الفئتين الاولى والثانيه زي ما اتفقنا. التجهيز الثاني والاضافي اللي موجود هنا هو الرادار اللي موجود في الجزء ده. الرادار ده بيشتغل في وظيفتين، الوظيفة الأولانية هو التحذير في حالة التصادم الأمامي لا قدر الله، والوظيفة الثانية هو الأدابتيف كروس كنترول أو مثبت ومحدد السرعة التكيفي، واللي بيتأقلم على حسب سرعة العربية اللي قدامك بدون تدخل منك. ما عدا ذلك بقية التجهيزات في مقدمة العربية واحدة. تعالوا بقى نتكلم على منظومة الحركة في شنجان سي اس 35 بلس، يلا بينا. منظومة الحركة في شنجان سي اس 35 بلس واحدة من الحاجات الملفتة جدا للنظر والمهم جدا ان احنا نتكلم عنها، ولكن جنب منظومة الحركة في شوية حاجات كده ما كانتش لطيفة قوي. اولها طبعا انه مفيش مساعدين حوالين الكبوت او بيساعدوني في رفع الكبوت، دي اول نقطة. تاني نقطة التصفيح بتاع المحرك مش كامل، مش اسفل المحرك بالكامل، يعني التصفيح يعني يعتبر في منطقة الرديتين مش اكتر، ولكن الاحظ ان في تقفيل كده لطيف شكله لطيف حوالين المحرك من جوه. الاحظ كمان انه المنطقة بتاعة المحرك فيها ترتيب كمان وتنظيم الى حد ما شيك شويه، فبيديك احساس بان العربيه كمان فانسي او عربيه مش اي كلام. في عندنا كمان بطانه موجوده هنا في بطن الكابوت عليها علامه شنجان، ودي برده واضح ان هي الماتيريال بتاعتها كمان كويسه جدا. عندنا طبعا العصايه التقليديه بتاعه الكابوت. ما عدا ذلك منظومه الحركه اللي موجوده في العربيه محرك بسعه 1.4 لتر او 1400 سي سي، طبعا متوصل على شاحن تربو او مزود بشاحن تربو، ونقل حركه اوتوماتيك دي سي تي من 7 سرعات بيجي وات مش دراي، ودي برده منظومه حركه كويسه وقويه مش مجربه عندنا في السوق المصري، ولكن المؤشرات الطبيعيه الاوليه كده بتقول ان هي منظومه حركه محترمه. طيب المنظومه دي بتطلع قوه حصانيه 160 حصان وعزم بيوصل ل 260 نيوتن متر عند 1500 لفه، يعني
يعني في البدري، وده بيدينا مؤشر انه منظومه الحركه هنا في العربيه منظومه نشيطه وفعاله بشكل كبير. نظام التعليق الامامي ماكفيرسون، نظام التعليق الخلفي للاسف بيجي تورشن بيمو، لكن اداؤه مش وحش. هنجرب ان شاء الله العربيه في اقرب فرصه، في عربيه اوريدي اترخصت وان شاء الله في اقرب فرصه متاحه هنجرب العربيه ونعرف ادائها على الطريق عامل ازاي. ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومه الحركه في شانجان سي اس 35 بلس. تعالوا بقى نتنقل بعد كده لجنب العربيه، يلا بينا. قبل ما ندخل في تفاصيل التجهيزات خلونا نبتدي كده بالابعاد بتاعت العربيه من الجنب واللي هتوضح معانا في الطول والعرض والارتفاع. مبدئيا طول الاجمالي للعربيه حوالي 4 متر 33 سنتي، اما طول قاعده العجلات من العجله للعجله فحوالي 2 متر و60 سنتي بالظبط. اما بالنسبه للارتفاع الكلي للعربيه فهو 1.66 سنتي، والعرض بتاع العربيه فبيكون حوالي 1.82 سنتي. الخلوص الارضي للعربيه 18 سنتي، خلوص ارضي مناسب جدا لطرقنا المصريه. اما بالنسبه بقى لبقيه التجهيزات فخلوني قبل ما نتكلم في اي تجهيز خليني اقول لكم على حاجه كده سريعا. اول ما بقفل العربيه بالشكل ده هتلاحظوا ان الازاز بيقفل وكمان فتح السقف بتقفل والمرايات بتضم، وده اوبشن موجود في الفئات الثلاثه للعربيه. بالاضافه كمان لي عندنا كاميرا جانبيه اللي اتكلمنا عليها واحنا بنتكلم في المقدمه، عندنا كاميرتين جانبيتين موجودتين على المرايتين اليمين والشمال في الفئه الثالثه. اما في الفئه الثانيه فبيكون عندي كاميرا واحده جانبيه في الجنب اليمين، بالاضافه كمان للكاميرا الخلفيه اللي موجوده. الكاميرا اللي في الجنب اليمين في الفئه الثانيه بتكون زي بلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء، مش اكتر من كده. اما في الفئه الاولى فبيكون عندي كاميرا وحيده خلفيه في العربيه. طبعا المرايات الجانبيه زي ما اتفقنا بتبقى ضم اوتوماتيكي مع فتح وقفل العربيه في الفئات الثلاثه، الضبط بتاعها بيكون كهربائي من جوه العربيه في الفئات الثلاثه، لكن هنا في الفئه الثالثه في عندي اضافه صغيره موجوده في المرايات الجانبيه وهو السخانات اللي موجوده فيها. هنلاحظ هنا الجنط كمان واحد من ضمن الاختلافات اللي موجوده، عندنا الجنط هنا مقاسه 18 انش، وكذلك نفس الجنط ده موجود في الفئه الثانيه 18 انش تو تون زي ما احنا شايفينه، اما في الفئه الاولى فبيكون 17 انش. هنلاحظ ان اقواس الكاوتش هنا بتيجي بلاستيك اسود لونه مط شويه وبيكمل معايا عند العتب بتاع الباب واقواس الكاوتش في الخلف، ولكن اقواس الكاوتش عليها لقطه كده ظريفه يعني هو شكل ديكوري مش اكتر. وعلى العتب بتاع الباب هنلاحظ اللون البرتقالي اللي قلت لكم هيكمل معانا في المقدمه، بيكمل معانا كمان هنا في الجنب، وهيكمل معانا كمان في ظهر العربيه وبيدي منظر جمالي بس مش اكتر من كده. هنلاحظ كمان انه العتب بتاع الابواب هنا بيبقى مكمل معايا الجزء ده كمان، فبيبقى جزء كمان شفه طويله شويه لحمايه الباب من تحت وحمايه اسفل العربيه بشكل عام. هنلاحظ كمان الكيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح موجود هنا لباب السائق لكن مش للراكب الامامي، باب السائق فقط هو اللي بيجي كيلس انتري. هنلاحظ كمان انه مفيش فاميه موجود هنا، الفاصل ما بين الازازين بيكون من البلاستيك الرصاصي او البلاستيك الاسود اللامع عفوا. عندنا الروف راكس مشتركه ما بين الفئات الثلاثه، عندنا فتحه السقف مشتركه ما بين الفئتين الثانيه والثالثه فقط، اما في الفئه الاولى مفيش فتحه سقف لان فتحه السقف بانوراميه شكلها كبير جدا وشكلها كمان مميز في العربيه. ده كده سريع ما يتعلق بجنب العربيه. تعالوا بقى نتنقل للظهر ونشوف ابرز التجهيزات اللي موجوده فيه وابرز الاختلافات في تجهيزات الظهر، يلا بينا. ظهر الشنجان السي اس 35 هو اكتر مكان في العربيه بيديك ايحاء بان التصميم بتاعها اوروبي بامتياز، وده بسبب الخطوط التصميميه اللي هي مستوحاه بشكل كبير من عربيات اوروبيه كتير. خليني مثلا اقول لك على سبيل المثال الازاز الخلفي بياخد يعني كيرفات كده من الجنب فبيديك احساس ان هي فانسي شويه. هنلاحظ كمان السبويلر اللي حجمه كبير وطالع وبارز لبره كده برده ومثبت عليه الاضاءه التحذيريه الخاصه بالفرامل، وبيجي لونين باللون الاسود من جوه ومن بره بيبقى بنفس لون العربيه، برده بيدي احساس شياكه للعربيه اكتر. هنلاحظ كمان الازاز الخلفي جواه سخانات عشان الشبوره والضباب مع مساحه خلفيه. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ الخطوط التصميميه لباب الشنطه تحس ان هي مدرجه وشكلها كمان شيك جدا، مع الاضاءه الرئيسيه اللي بتيجي عباره عن بار ال اي دي مثبت على باب الشنطه وواصل ما بين الفانوس الشمال والفانوس اليمين اللي اتكلمنا عنه في المقدمه موجود كاضاءه نهاريه، لكن هنا بيبقى اضاءه باللون الاحمر كاضاءه رئيسيه في ظهر العربيه. هنلاحظ كمان انه الاشارات الجانبيه بتكون هالوجين الاضاءه بتاعتها، وعندنا كمان فوج لايت خلفيه مثبته على الاكسدام الخلفي هنا. اما كل دي طبعا تجهيزات مشتركه ما بين الثلاث فئات في العربيه بالاضافه للكاميرا الخلفيه وسنسور الركن الخلفيه وفتحتين الشكمان الرئيسيتين الحقيقيتين اللي موجودتين هنا في ظهر العربيه في الفئات الثلاثه ما فيش فيها اي اختلاف. دي كده سريعا التجهيزات في الخلف، ونلاحظ هنلاحظ برده ان يعني ايه تقريبا نقدر نقول ما فيش اختلافات كبيره في التجهيزات
في الخلف ما بين الفئات الثلاثة، ولكن في عندي اختلاف صغير وتقريبا نقدر نقول هو الاختلاف الوحيد ما بين الفئات الثلاثة، طريقة فتح باب الشنطة. باب الشنطة هنا بيفتح كهربائيا، وده حاجة موجودة في الفئة الثالثة بس مش موجودة في الفئات الأولى والثانية. بيفتح بثلاث طرق، زرار موجود في الكونسول الأمامي، زرار موجود هنا على ريموت كنترول بضغطتين بيفتح، أو من خلال زرار موجود هنا على الباب نفسه. بضغطة صغيرة بقدر أفتح باب الشنطة كهربائيا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. مساحة الشنطة هنا بنتكلم في حوالي 403 لتر بدون طي الكنبة الخلفية، مع طي الكنبة الخلفية بتزيد المساحة علشان توصل ل 950 لتر. المساحة بشكل عام مستغلة ومفيش أي هدر في المساحة، ولكن عندي دورين للأرضية، والأرضية هنا بتبقى طرية أو سوفت شوية، فمش هينفع تعتمد عليها في دور من الأدوار، يعني لو نزلت لتحت شوية هتبقى يعني صعب شوية إن أنت تحمل عليها. عندي دور سفلي موجود هنا بيبقى جواه أو موجود فيه الجزء بتاع الاستبن مع العدة بتاعته، وعندي كمان ستارة موجودة هنا، الستارة دي ستارة سوفت أو طرية ما أقدرش أحمل عليها، يعني مش هينفع أستخدمها كرفو، ولكن موجودة علشان تغطي الحاجة اللي هتبقى في الشنطة، ووحدة إضاءة هالوجين صغيرة باللون الأصفر موجودة هنا. ألاحظ كمان إنه أثناء إغلاق الشنطة بيكون عندي سيفتي، اللي هو لو أنا عملت كده أهو الشنطة بترجع تطلع تاني مكانها وتثبت، في حالة ان انا حبيت بقى اعيد القفل تاني فبالشكل ده بتقفل عادي، ففي عندي زي ما احنا شايفين كده السيفتي اللي هو بيقفل، بيمنع ان العربية او الشنطة تكمل علشان متقفلش على ايد حد او كده. طيب تعالوا بقى نقفل الشنطة ونشوف بعد كده المقصورة الداخلية للركاب ومن خلال الكنبة الخلفية، يلا بينا. لمسات الفخامة باينة جدا في المقصورة الداخلية للركاب هنا في شانجان سي اس 35 بلس، وتحديدا فيما يتعلق بالفرش. فرش العربية هنا بالكامل في الفئات الثلاثة بيكون من الجلد. الاختلاف ما بين الفئات الثلاثة، هنا في الفئة الثالثة بيكون الجلد باللون الأحمر، درجة اللون الأحمر هنا مميزة بتدي إيحاء رياضي مع إيحاء فخامة كده في العربية من جوه، بالإضافة كمان للخياطة بتاعته، كمان خياطة كمان شكلها شيك ومميز. طي الكنبة الخلفية موجود في الفئات الثلاثة، لكن مسند الإيد الخلفي موجود في التالتة بس ومزود باتنين كاب هولدر. عندنا كمان مفيش نفق فتيس او نفق فتيس منخفض بشكل كبير، فبالتالي الجلوس في المنتصف هنا بيبقى جلوس مريح جدا مع مساحات بشكل عام للراس للاكتاف للرجل وحتى لاسفل المقاعد، كمان مساحات ممتازة جدا فيما يتعلق بالاشخاص البالغين، فبالتالي للاطفال كمان هتبقى المساحات رائعة. هنلاحظ كمان بعض التجهيزات اللي موجودة على الباب، منها مثلا المقابض بتاعة الباب بتبقى بلون مختلف عن لون العربية. هنلاحظ كمان عندنا انه مسند الكوع بيكون من الجلد في العربية، وفي الفئات الثلاثة مفيش في اي اختلاف، مع مساحات تخزين مقبولة الى حد ما في الابواب الخلفية. في عندي كمان هنا فتحة تكييف موجودة، فتحة تكييف خلفية مشتركة ما بين الفئات الثلاثة مع فتحة يو اس بي سفلية، ومساحة صغيرة عشان احط جواها التليفون بتاعي وانا بشحنه. فبالتالي التجهيزات في الخلف تجهيزات تعتبر ممتازة جدا مقارنة بمنافسين العربية في السوق المصري. لاحظ كمان الإضاءة اللي موجودة هنا بتبقى إضاءة LED سوفت صغيرة، بتبقى عبارة عن عدستين شكلهم كمان شيك، مع فتحة السقف اللي واصلة هنا لحد يعني زي ما قلت حوالي 90% من السقف بتبقى مساحة زجاجية، نصها بس هو اللي بيفتح بشكل كامل والنص التاني بيبقى إزاز بس. وطبعا في عندي ستارة موجودة هنا، والستارة كمان بتفتح وتقفل كهربائيا من خلال زرار خاص بيها موجود في الكونسول العلوي قدام. ده كده سريعا ما يتعلق بال الجزء الخلفي من مقصورة الركاب، وتحديدا الكنبة الخلفية زي ما اتفقنا من شانجان سي اس 35 بلس. تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم بالتفصيل عن عوامل السلامة والأمان والتجهيزات الداخلية والانفتيمنت سيستم في العربية، يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في شانجان سي اس 35 بلس، وخلونا نبتدي سريعا كده بعوامل السلامه والامان في العربيه لانها واحده من ابرز نقاط القوه اللي بتنافس بيها. عندنا 4 اير باك في الفئه الاولى، 6 اير باك عفوا في الفئه الثانيه وفي الفئه الثالثه كمان، يبقى 4 اير باك 6 اير باك 6 اير باك. ده كده فيما يتعلق بالاير باكس. انظمه الفرامل وانظمه الثبات الالكتروني واحده في الثلاث فئات، ما فيش فيها اي اختلاف. اي بي اس، اي بي دي، تراكشن كنترول، اي اس بي، الهيل لانش اسيست، كل انظمه الفرامل وانظمه الثبات موحده في الفئات الثلاثه، لكن الفئه الثالثه بتزيد شويه حاجات والفئه الثانيه بتزيد نقطه او نقطتين. النقطه اللي بتزيد في الفئه الثانيه هو الكاميرا الجانبيه اليمين اللي اتكلمنا عليها، اللي هي بتشتغل كبلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء، ودي مش موجوده في الفئه الاولى. في الفئه الاولى عندي كاميرا خلفيه واحده، هنا في الفئه الثانيه عندك كاميرا خلفيه مع كاميرا يمين، اما هنا في الفئه الثالثه ففي عندك 4 كاميرات امامي يمين شمال خلفي، وبالتالي عندك منظومه رؤيه 360 درجه. عندك كمان
هنا اضافه في الفئه الثالثه الرادار الامامي اللي بيبقى بيعمل بكذا وظيفه. اتكلمنا على وظيفتين منهم هم الكروس كنترول الادابتيف او المتكيف على حسب سرعه العربيه اللي قدامك، وعندك كمان نظام تحذير ضد التصادم الامامي. في كمان عوامل سلام وامان بتعتمد على الرادار الامامي، منها نظام فرمله الطوارئ في حاله ان العربيه استشعرت اي خطر واستلزم ان انت تضرب فرامل انت ما ضربتش، العربيه بتضرب فرامل مكانك طبعا بدون تدخل منك. فدي طبعا بعض الاوبشنز الموجوده والاضافيه هنا في الفئه الثالثه، بالاضافه كمان لريكوردر للرحلات او نظام يعني تسجيل الرحله اثناء المشي، لو حصل اي حاجه لا قدر الله ممكن ترجع لها عشان تشوف مين المخطئ في حاله الحادثه لا قدر الله. طيب ده سريعا فيما يتعلق عوامل السلامه والامان. ندخل بقى على شويه حاجات دلع كده. اتكلمنا على الفرش، الفرش في العربيه بالكامل بيجي من الجلد في الفئه الثالثه، بيميز الجلد هنا اللون الاحمر في الفئه الثالثه زي ما اتفقنا. كرسي السائق هنا في الفئه الثالثه بيكون قابل لضبط الوضعيه او وضعيتين تحديدا اللي هم السلايد بتاع الكرسي قدام وورا بيكون كهرباء، ما عدا ذلك بقيه الوضعيات السته بتكون مانوال اللي هو ارتفاع الكرسي عن الارض او ضبط الظهر بتاعه بيكون يدوي في الفئه الثالثه هنا لكرسي السائق. اما كرسي راكب الامام فبيكون يدوي في الفئات الثلاثه ومفيش اي اختلاف بعد كده في الفئات فيما يتعلق بموضوع الكراسي. طيب التكييف بيكون هنا في الفئه الثالثه، وفي الفئه الثانيه كمان بيكون اوتوماتيكي، اما في الفئه الاولى فبيكون مانوال او بكر. عندنا فتحه يو اس بي مع فتحه 12 فولت، ندور العربيه كده، عندنا فتحه يو اس بي تايب اي مع فتحه 12 فولت مع شاحن وايرلس موجود هنا في الفئه الثالثه فقط، مش موجود في الفئتين ولا الاولى ولا الثانيه. بعد كده لو رجعنا لورا شويه في الكونسول الوسطي هنلاحظ عصايه نقل الحركه، فرامل ايد الكهرباء المشتركه، اوتو هولد برده مشترك ما بين الفئات الثلاثه، عندنا شورت كات او زرار اختصار ل 360 وزرار اختصار للفي دي ار او نظام تسجيل الرحله. عندنا طبعا زرار 360 هنا هيظهر عندك الشاشات، الشاشه اللي موجوده هنا هتظهر حوالين العربيه بالشكل ده، عايز تشوف اي شكل حوالين العربيه او اي حاجه موجوده حوالين العربيه بشكل سهل وسلس ممكن تتعرف على المحيط بتاع العربيه. عندك كمان الكاميرات واضح ان الريزوليوشن بتاعها كمان محترم جدا ويعني شيك جدا، ممكن تظبطها 2D او 3D زي ما احنا شايفين بالشكل ده، تتحكم فيها باي شكل من الاشكال براحتك. طيب عندنا طبعا شاشه الانفوتيمنت سيستم هنا بتبقى حوالي تقريبا بنتكلم في 8 او 10 انش حاجه زي كده، برده شاشه العداد بتكون ديجيتال، مش فاكر الارقام بالظبط، بنتكلم في حوالي 7 يا 10 انش، تختلف بس الحجم بتاعها من فئه لفئه، لكن في كل الفئات شاشه العدادات بتكون ديجيتال. بعد كده عندك السنسور بتاعت المطر، وعندك السنسور كمان بتاعت الاضاءه، وعجله القياده نفسها بتيجي مالتي فانكشن، بتاخد شكل الدي شيب، وكمان بتيجي من الجلد مكسوه بالجلد، وممكن تتحرك في اربع اتجاهات تحت وفوق وقدام وورا بالشكل ده. على شمالك هنا مجموعه ازرار متعلقه بفتح باب الشنطه، ضبط الارتفاع بتاع عدسه الاضاءه الاماميه، والجزء الخاص بالتحكم في المرايات الجانبيه وضبطها وطيها. يعني ده كده سريعا ما يتعلق بالعربيه. نلاحظ كمان الماتيريال المستخدم هنا بتبقى السوفت ماتيريال، ما هياش بلاستيك، بيبقى سوفت ماتيريال، وهنا كمان بيبقى بلاستيك لكن واخد تشبيحه الالومنيوم باللون الرصاصي، بيدي منظر كمان شيك وفانسي للعربيه. عندك المقبض اللي بيفصل ما بين الجزء بتاع الراكب الامامي والجزء بتاع السائق، بيديك احساس بان انت مسيطر بشكل كبير. عندك مسند الايد هنا بيجي من الجلد مع مساحه تخزين غويطه جدا وعميقه جدا تحت في العربيه. هنا اتنين كاب هولدر ثابتين، ما لهمش غطاء وما لهمش اي يعني اوبشنز اخرى، هو اتنين كاب هولدر بس مش اكتر من كده وبس. يعني يمكن ده كده سريعا وايجازا الكونسول الامامي للسي اس 35 بلس. ممكن برضو فاضل حاجه صغيره معرفش هتفرق معاك ولا لا، الازاز الاربعه بتاع العربيه بيكون اوتوماتيكي، يعني بضغطه واحده من عند السائق هنا بيفتح وبضغطه واحده بيقفل، بالشكل ده بيقفل او بيفتح وبالشكل ده كمان بيقفل. عندك طبعا هنا في الكونسول العلوي في كفر للنضاره، عايز تحط فيه النضاره بتاعتك، وعندك كمان هنا زرارين للتحكم في الستاره بتاعت فتحه السقف، بتفتح وتقفل كهربائيا، وعندك كمان زرار خاص بقى بفتحه السقف نفسها اللي هي بتفتح وتقفل كهربائيا. السقف طبعا بيجي بلون اسود زي ما احنا شايفين. ده كده سريعا الكونسول الامامي، وبكده نكون اختتمنا الريفيو بتاعنا لشانجان سي اس 35 بلس. بشكركم جدا على متابعتكم، حابب افكركم بس بنقطه مهمه جدا، الناس اللي حابه تحجز العربيه حاليا في استمارات لابداء الرغبه في حجز السياره مع دفع قيمه السياره على وعد بالاستلام خلال النص الثاني من شهر 6 اللي جاي. ده كده الاجمالي بتاع ما يتعلق بموضوع الحجز واسعار العربيه قلناها في الاول طبعا. ان شاء الله في اقرب فرصه هنعمل تجربه قياده للعربيه، في عربيه اوريدي مرخصه ولكن لم يسمح للصحفيين بعد باستخدامها، لكن ان شاء الله اول ما نقدر نستخدمها هنعمل عليها تجربه قياده ونتعرف على اداء العربيه ومعدل استهلاك البنزين وخلافه. اشوفكم على خير ان شاء الله في عربيه جديده وريفيو جديد. مع السلامه.